بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 63. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي، وضيف حلقتنا هذا اليوم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب به، ونقرأ أولى الرسائل والتي وصلت من المستمع أحمد الحسن الحاج العبيد، سوداني مقيم بالمملكة عقلة الصقور. يقول: في بلدنا نوع من التعامل في القرض أشك في صحته، وهو أنه إذا احتاج شخص لاقتراض مبلغ من المال فإنه يتوجه إلى أحد التجار ليقترض منه، ولكن ذلك التاجر إذا كان مزارعا في نفس الوقت فإنه يشترط عليه أن يشتري أولا من محصوله قبل الحصاد ليبيعه ويستفيد بثمنه، وقد يبيعه بسعر قليل بينما هو يسدد صاحبه الأول بسعر أكثر، فهل يجوز مثل هذا القرض أم لا؟ وهل يدخل هذا في باب القرض الذي يجر منفعة أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مما لا شك فيه أن القرض الذي به يندفع حاجة المسلم أنه من الأعمال الطيبة التي يؤجر عليها، وهو من فعل الخير، والمفروض في المسلم أن يقرض أخاه لوجه الله عز وجل، لا يقصد من ذلك طمعا دنيويا ونفعا ماديا، وإنما يقصد بذلك تقرب إلى الله عز وجل بقضاء حاجة أخيه والتيسير على المعسر، مع أن المقترض يجب عليه أن يرد القرض إلى صاحبه من غير مماطلة ومن غير تأخير إذا تيسر له ذلك، حتى يرد الجميل إلى صاحبه، وحتى تسود هذه المعاملة بين المسلمين، لأن القرض من عقود الإرفاق التي ينتفع منها الطرفان، المقترض ينتفع بدفع حاجته والمقرض ينتفع بالأجر وفعل المعروف. أما أن يستغل القرض استغلالا دنيويا بالربح أو المنفعة، هذا من أعظم المحرمات. نعم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض نفعا يعود عليه من القرض، إما بزيادة في القضاء أو بمنفعة يستغلها من المقترض. وهذا الذي ذكره السائل من أن المقرض إذا كان صاحب زراعة فإنه يشترط على المقترض أن يشتري من زرعه قطعة بثمن مرتفع ثم يبيعها بعد ذلك بثمن أرخص، هذا سؤال مجمل. إن كان السائل يقصد أن المقرض لا يدفع القرض للمقترض إلا إذا اشترى منه شيئا من زرعه القائم قبل الحصاد كما يقول، هذا محرم من وجهين: أولا أنه بيعتان في بيعة، لأنه لم يقرضه إلا بشرط أن يشتري منه هذا الزرع، فهذا جمع بين عقدين: عقد القرض وعقد الشراء، فهو عقد مشروط في عقد، يكون بيعتين في بيعة المنهي عنه. وإن كان يقصد بذلك أن الغني يبيع قطعة من زرعه على المحتاج قبل الحصاد ليبيعها ذلك المحتاج ويرتفق بثمنها، هذا لا يسمى قرضا، وإنما يسمى مسألة التورق. وذلك بأن يأتي المحتاج إلى التاجر فيشتري منه سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها المحتاج في السوق بثمن أقل من ذلك ليرتفق بثمنها. وهذه جائزة عند الجمهور بشروطها: أن تكون السلعة موجودة عند التاجر حال العقد، وثانيا أن لا يشتريها التاجر نفسه الذي باع من المستدين بثمن أقل، أنها حينئذ تصبح مسألة العينة المنهي عنها، وإنما يبيعها عليه بثمن مؤجل ثم هو يذهب بها ويبيع ويقبضها قبضا تاما ويبيعها في السوق على غيره في السوق وينتفع بثمنها. إذا كانت بهذه الصفة هذه
تسمى مسألة التورق، وهي جائزة عند جمهور أهل العلم بشرط، والحاجة داعية إليها، لكن كما ذكرنا بشرط أن تكون السلعة موجودة عند التاجر وقت العقد، وبشرط أن لا يشتريها هو من المستدين. وإذا كانت السلعة قطعة من الزرع كما هو ظاهر السؤال، هذه فيها إشكال، لأن الزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، وأيضا المحتاج قد لا يتوصل إلى حاجته من هذا الزرع، وبيعه وهو قائم فيه أيضا احتياطات وإشكالات، فينبغي تجنب هذه المعاملة، وأن يتداينوا بسلع ناجزة يستطيع المحتاج أن يقبضها وأن يبيعها على الزبائن، وأن تكون معروفة بجميع متطلبات المعرفة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من الأخت فاطمة محمد، مقيمة بالدمام، تقول: منذ حوالي 3 سنوات وقبل أن تتزوج نذرت لله تعالى أن تصوم 10 الأيام الأولى من شهر ذي الحجة من كل عام متتابعة، ربما كانت تقصد 9 أيام، وكانت آنذاك لا تعلم بكراهية النذر، ولم تذكر إن كانت استثنت ما بعد زواجها أو أحالت أمره إلى زوجها أم لا، ولكنها الآن قد تزوجت وزوجها يمانع من صيامها لأنه صيام نفل ولا يجوز لها أن تصومه بدون رضا، إضافة إلى عدم تمكنها صحيا من الصيام، لذا فهي تسأل: هل هي ملزمة بالاستمرار في هذا النذر بالصيام مع معارضة زوجها وضعف حالتها الصحية، أم عليها أن تكفر كفارة يمين وتتخلص منه أو تقضيه فيما بعد في غير وقته المحدد متفرقا، أم ماذا تفعل؟ أولا ينبغي التنبيه على أن النذر مكروه أو محرم الدخول فيه، لأنه يلزم المسلم بشيء قد لا يستطيعه وقد يشق عليه وهو بعافية منه. على المسلم أن يفعل الخير من صيام وغيره بدون نذر، ويكون في سعة، إن شاء فعله وإن شاء تركه، أما إذا نذر فإنه ألزم نفسه، ووجب عليه أن يفي بنذره إذا كان نذر طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، وقوله تعالى ولقوله تعالى: يوفون بالنذر، ولقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، ولقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فالنذر إذا وقع وكان نذر طاعة فإنه يلزم ويجب العمل به، أما قبل الدخول فيه فلا ينبغي للمسلم أن يلزم نفسه وأن يدخل فيه. وهذا الذي ذكرت السائلة أنها نذرت أن تصوم 10 ذي الحجة باستمرار، فهذا نذر طاعة يلزمها الوفاء به، لأنها نذرت صيام 10 ذي الحجة، وصيام 10 ذي الحجة طاعة وهو مستحب بدون النذر، فإذا نذرته صار واجبا عليها، فيلزمها أن تفي بنذرها وأن تصوم 10 ذي الحجة من كل سنة حسب ما ذكرت. وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، لأن زوجها إنما يمنعها من صيام التطوع، أما الصيام الواجب المؤقت بوقت محدد إنه لا يجوز لزوجها أن يمنعها منه، وهي نذرت أن تصوم هذه الأيام المعينة فيجب عليها الوفاء بذلك، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها من هذا. وإذا كانت تقول إنها لا تستطيع ذلك صحيا، فإن كان القصد أن ذلك يشق عليها فهذا لا يمنع من أداء الواجب، حتى وإن كان فيه مشقة إنها تصوم ولو كان عليها مشقة في ذلك، لأنها ألزمت نفسها بذلك، ومعلوم أن الصيام فيه مشقة حتى على القوي، أما إذا كان قصدها من ذلك أنها لا تستطيع الصيام، فإنها في العام الذي لا تستطيع فيه الصيام لمرض أو ضعف جسمي تكفر كفارة يمين، لكن إذا قويت في العام الآخر يجب عليها الصيام وهكذا. فلا يجوز لها ترك ما نذرته لأنها ألزمت نفسها بذلك، ولا ينبغي للمسلم أنه يتلاعب بالنذر، ينذر ويلزم نفسه ثم بعد ذلك يلتمس المخارج ويلتمس الحيل، هذا لا يجوز، لأن النذر أصبح واجبا من الواجبات. لا يجوز التخلص منه بدون مبرر شرعي. إذا صادفت هذه الأيام وقت عادتها الشهرية، فهل تقضيها فيما بعد أو تكفر أو ماذا تفعل؟ إذا صادف وقت عادتها الشهرية فإنها تكون معذورة بتركها، لأن هذا من الأعذار الشرعية، مثل ما لو كانت مريضة. فإن هذا عذر شرعي يسقط عنها صيام هذه الأيام وليس عليها قطع. لكن إذا جاءت هذه الأيام وهي ليس عندها عذر شرعي، لأن كانت صحيحة وطاهر من الحيض، يجب عليها ذلك. هي نذرت صيام 10 الأيام، لكن لا يستثنى اليوم 10 لكونه يوم عيد، هذا معلوم أن اليوم 10 لا يدخل في هذا، وإنما يقال 10 ذي الحجة من باب التغليب على الأكثر. جزاكم الله
خيرا. هذه رسالة من المستمع العربي مولاي من الجزائر ولاية نعامة. في الواقع الأخ بعث بأسئلة كثيرة لكن اختصرناها إلى 7 أسئلة نظرا لكون الأغلب من أسئلتي قد تناوله البرنامج في حلقات ماضية. سؤاله الأول يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في معرض الحديث الذي يحث فيه الشباب على الزواج، ورد قوله: فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فما معنى هذا وما هي الحكمة من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. معنى الحديث ظاهر أن الشاب إذا قويت شهوته ودواعي الجماع عنده فإن عليه أن يبادر إلى الزواج ليستغل ذلك بالطريق الحلال المشروع ويسلم ويبتعد عما حرم الله عز وجل، لأن الله أغنى المسلم بالحلال عن الحرام. فعليه أن يتزوج ليعف نفسه وليغض بصره عن الحرام، فالزواج فيه حصانة للمسلم. وإذا كان لا يستطيع الزواج ماديا لكونه فقيرا ولا يستطيع القيام بكلف الزواج، فإنه يعدل إلى الصوم، لأن الصوم أحد العلاجين، لأنه يكف الشهوة ويحد من الشهوة ويضعفها. فبذلك يسلم الشاب من إرسال نظره أو التطلع إلى ما حرم الله عز وجل، أن الصيام فيه مصالح عظيمة، أنه يكسر الشهوة ويجعل المسلم يشعر بأنه في عبادة فيغض بصره ويحتاط لعبادته. الصيام فيه ضمانة وفيه حصانة للمسلم من الوقوع في الحرام، وهذا من فوائد الصيام، بل هذا من أعظم فوائد الصيام، أنه يكون حصانة للمسلم من الوقوع في المحرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء، يعني أنه يحد شهوته ويكسر شهوته العارمة التي يخشى عليه من خطرها. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أرشد الشاب إلى علاجين عظيمين يعالج بهما حدة الشهوة. العلاج الأول الزواج، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وإذا لم يستطع الزواج فإنه يلجأ إلى العلاج الثاني وهو الصيام، لأن تأثير الصيام معروف في نفسية المسلم وخلق المسلم. نعم. سؤاله الثاني يقول: هل هناك سن محددة للزواج للشاب أو الفتاة؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في تعدد الزوجات وما هو؟ ليس للزواج سن معينة. نعم. بل هذا راجع إلى الحاجة في الزواج، فإذا احتاج الشاب أو الشابة إلى الزواج في أي وقت فإنه يشرع لهما الزواج. نعم. بدون تحديد بسن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. لكنه في الغالب بعد البلوغ. نعم، في الغالب بعد البلوغ، ولكن لو تزوج قبل البلوغ، لو تزوج الشاب قبل البلوغ أو الشابة زوجت قبل البلوغ، ما في مانع. صحيح. نعم. أي نعم، فليس للزواج سن معينة لا يجوز قبلها، ولكنه عند البلوغ تشتد الحاجة إليه. نعم. فالزواج يشرع عند الحاجة إليه، وأما تعدد الزوجات فهذا مجمع عليه على جوازه بين المسلمين، ليس فيه خلاف. قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين أهل العلم، لكن بشرط أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات من الإنفاق والكسوة والسكن، فإذا كان يستطيع مؤونة الزوجات فإنه يعدد إلى 4 نسوة، وإذا كان لا يستطيع ذلك ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات فإنه يقتصر على واحدة. إن خفتم لا تعدلوا واحدة. واحدة. والعدل هنا المراد به العدل في التعامل، بالعشرة، بالإنفاق، بالسكن، بالكسوة، بغير ذلك من الأمور التي يستطيع العدل فيها. أما ميل القلب ومحبة القلب هذه لا يستطيع التصرف فيها. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولو حرصت. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا المقصود في الآية هنا هو ميل القلب. نعم. أي نعم. وكان النبي صلى الله
عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب ومحبة القلب. الإنسان لا يؤاخذ إذا أحب بعض نسائه أكثر من الأخرى، لأن هذا شيء ليس باستطاعته، وإنما يؤاخذ إذا حاف القسمة ولم يعدل فيها، فهذا الذي يؤاخذ، وهذا الذي لا يجوز له التعدد في هذه الحالة. إنما العدد 4 هذا ليس فيه خلاف بين العلماء. العدد 4 ليس فيه خلاف بين أهل العلم، يعني ليس هناك من يقول بأقل أو أقل، ما فيه من يقول بأقل، لكن فيه رأي شاذ يرى أنه يجوز إلى أكثر من هذا العدد، لكن هذا رأي شاذ، الإجماع على خلافه. سؤاله الثالث يقول: ما معنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى؟ هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سياق الآيات التي يثني فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم وينفي عنه ما اتهمه به المشركون. فقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى معناه أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى رآه وهو فوق الأرض عليه الصلاة والسلام وجبريل في الأفق، والمرة الثانية رآه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به فوق السماء السابعة. ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى، وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة. سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره، أو لانتهاء علم المخلوقات إليها، أي لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك. فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة. عندها أي عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليه الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. ما زاغ البصر، أي ما زاغ بصر محمد صلى الله عليه وسلم يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى، أي وما تجاوز البصر. وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين. فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو يقوم به على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أي من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع يقول: نسمع أنه لا تجوز قراءة سورة المسد في الصلاة، فهل هذا صحيح ولماذا؟ ليس هذا بصحيح، وتجوز قراءة سورة المسد في الصلاة وغيرها، وهي سورة من القرآن، والله جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، ولم يحدد حدا معينا من القرآن يقرأ في الصلاة، وإنما كل القرآن صالح لأن يقرأ به في الصلاة، سورة المسد وغيرها. سؤاله الخامس يقول: ما حكم من احتلم في نهار الصيام، وهل يؤثر ذلك على صحة صيامه أم لا؟ من احتلم في نهار الصيام فإنه يجب عليه أن يغتسل، إذا احتلم وأنزل فإنه يجب عليه أن يغتسل، وأما صيامه فإنه صحيح، لأن الاحتلام بغير اختياره وبغير قصده، فهو جرى عليه بغير اختياره فلا يؤثر على صيامه. صيامه صحيح لا غبار عليه، ولكن الواجب على المسلم إذا احتلم وهو صائم وأنزل الواجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة.
سؤاله السادس يقول: أرجو إرشادي إلى الكتب التي ترغب في الجنة ونعيمها وتحذر من النار وعذابها، تشتمل على ترغيب وترهيب. في مطلع ذلك كتاب الله عز وجل. نعم، عليك أن تقرأ القرآن العظيم وأن تتدبر فيه، ففيه الترغيب في الجنة والأعمال الصالحة، وفيه التخويف من النار والنهي عن الأعمال التي توصل إليها. فالقرآن العظيم مشتمل على الوعد وعلى الوعيد. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. عليك بالإكثار من تلاوة القرآن العظيم بتدبر وتفهم لما يطلبه القرآن من المسلم. وكذلك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب والترهيب، وفي مطلع ذلك كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، إنه كتاب نفيس عقد فيه الأبواب الترغيب والترهيب، وأورد فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. فعليك باقتناء هذا الكتاب والإكثار من قراءته، وكذلك رياض الصالحين للإمام الحافظ النووي. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، والذي أجاب في حلقتنا اليوم عن أسئلة الإخوة أحمد الحسن الحاج العبيد، سوداني مقيم بالمملكة عقلة الصقور، والأخت فاطمة محمد مقيمة بالدمام، والأخ العربي مولاي من الجزائر ولاية نعمة. أعزائنا الكرام، نشكركم أيضا جزيل الشكر، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.